جهز خبر في كل الجرايد بكرة ان انا ورشا انفصل. ايه؟ ويتقال جوه الخبر ان احنا منفصلين من زمان، بس كنا مأجلين اعلان الموضوع. طب هو ايه اللي حصل؟ اعملي اللي بقولك عليه من غير اسئلة. اوكي؟ لا ما فهمتش. ماشي نقول كمان. الحكاوة ما فيها ان المحكمة خدت عقد البيع اللي عمله لك المرحوم والدك وحولته لخبير بسبب طعن عمك عليه بالتزوير. قام المحامي بتاعه واخد صيغة القرار وعمل بيه انذار ووزعه على البنوك والغرفة التجارية وبما فيهم حضرتك بعدم التصرف في الممتلكات لحين البت في قرار الخبير. يعني ايه؟ يعني انا اروح البنك عشان اسحب فلوس يقولوا لا سوري عمك منعك من التصرف باموالك؟
ده في حالة لو مدير البنك خد بالإنذار واعتبر إن في نزاع على التركة وما حبش يدخل نفسه في مشاكل. نزاع إيه ومشاكل إيه؟ أنا مالي بالكلام ده يا أستاذ جلال؟ هو أنا ذنبي إن أبويا كتب لي كل حاجة باسمي قبل ما يموت؟ لا مش ذنبك، بس ذنبك إن ليك يا عم مش مصدق اللي حصل وعايز يحشر نفسه في التركة بأي شكل من الأشكال. مش عارفة أقول له إيه ولا أعمل معاه إيه ده؟ ولا تقولي ولا تعيدي، هي كلها أسبوعين بالكتير وقرار الخبير يطلع، والدعوة كلها تترفض من أولها وكأن شيئا لم يكن. إيه الطمع اللي بقى في الناس ده يا أستاذ جلال؟ لا وايه؟ امبارح جاي لي البيت يهددني واخر النهار بعت لي انذار. على فكره الانذار ده ولا ليه اي لازمه، دي هي اي غلاسه والسلام. سوري لو قطعت حديثكم. لا خدي راحتك، احنا ما كناش بنقول اي حاجه مهمه، قصدي يعني خلصنا الكلام المهم. ايوه ما علينا، في واحد بره بيقول ان انت تعرفيه ومحتاجي قبلك ضروري. مين ده؟ بيقول اسمه الليسي. مش موجودة. أنا قلت كده برضو، أو هعتبر فعلا إنها مش موجودة. على العموم لما تدخلي لها كمان شوية وبسلمي لي عليها وقولي لها إن أنا مستني كل اللي اتفقنا عليه وخليها تنجز بدل يعني ما الطلبات تزيد. أوكي. أنتي صحيح مخطوبة ولا متجوزة؟ أظن دي حاجة ما تخصكش. صح تمام، حاجة ما تخصنيش يعني. حاجة ما تخصنيش يعني. أنتي قلتي لي اسمك إيه؟ ما قلتش. طيب نايس تو ميت يو يا أستاذة. ما قلتش. مين الشخص الملزق ده؟ معرفش. طب كان عايز ايه؟ عايز قابل ملك. وهي قالت لي لو جه هنا تاني يتقال له مش موجوده. طب وهو يعرفها منين ولا هي اصلا تعرفه منين ده؟ يا رامي ما قلت لك معرفش، هنقعد نعيد ونزيد. ما انت مش ملاحظتك متغيره معايا شويه. رامي ممكن حساسيتك الاوفر دي بلاش دلوقتي، يعني راعي ان اليومين دول انا ظروفي مش قد كده ومتلخبطه، فبجد مش ناقصاك انت كمان. اوفر؟ من ساعة وفاة والدك وانا بقولك ان موضوع الليسي ده مش هيتحل كده. اوعى تقولي قضية. ده رأيي. ما هو ده اسهل رأي عند اي محامي. بالعكس، انا في موضوع عمك قلتلك نديله قرشين ونخلص، لكن موضوع الليسي ده ملوش غير المحكمة. مشكلة ان الموضوع ما يخصنيش لوحدي. ما علينا، اجلي موضوع الليسي ده لغاية ما اخلص من قضية عمي. طيب انا هسيب حضرتك لتليفوناتك وهنطلق انا اروح على المحكمه. ميرسي يا استاذ جلال. بالعفو. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم يا حازم. لا يا حبيبتي ده انا مش هو. اصل بصراحه دخلتك عليا امبارح بشياطينك قفلتني من بنتك الكدابه قوي. اللي انا بعطف عليها عشان مرضها وبس. يا ريت تبعديها عني لغايه ما تعرفي تربيها. ولعلمك ابوها مش طايقها خالص. الوليه المجنونه قفلت قبل ما تسمع الكلمتين اللي عايزه اسمعهم لها. بتكلمي مين يا وسام؟ بتكلمي مين من تليفوني يا وسام؟ ده تليفونك صح؟ صح؟ كلمتيها ليه؟ ردي! ارد ايه وهي دي عايزه رد؟ واحده جت بيتي هزقتني وفتحت حسها عليا كده قدامك وانت ساكت. فيها ايه يعني ما اقول لها كلمتين في جنبها يمكن تحس؟ وانت مالك ومالها؟ بتجري شكلها ليه؟ انا برضو اللي بجر شكلها يا شيخ حرام عليك. واحده جت بيتي هزقتني قدامك وانت ساكت. انا اقدر اروح بيتها اعمل نص اللي هي عملته ده؟ ممكن بقى اعرف انت قلت لها ايه بالظبط؟ قلت لها اللي قلته لها. ايه خايف على زعلها قوي؟ وسام لاحظ انك انت بقيتي تتصرفي من دماغك وده غلط. وهفضل اتصرف من دماغي على فكره عشان انت مش عارف تجيب لي حقي. شيل الست دي من دماغك عشان نعرف ليش؟ مش لما تشيلها انت الاول. شلتها من زمان، من ساعه ما طلعتها. دلوقتي مفيش بيني وبينها غير بنتي وبس. يا شيخ يا رب يا رب ما يبقى في بينك وبينها اي حاجه خالص. لعلمك بنتك عايز تشوفها تشوفها بره بيتي مش هنا، وبرده رجلي على رجلك. وبعدين نمرة الهانم دي على موبايلك لغاية دلوقتي بتعمل ايه؟ مش كفاية معاك نمرة بنتها؟ النمرة دي لازم تتدلت دلوقتي حالا. هاتي الموبايل ده.
مش هسيبه غير لما اتدلت النمره قدام عينيا. مش هعمل كده يا وسام، وسيبيني في حالي دلوقتي، انا مش طايق نفسي.